ننتقل مع حضراتكم للمؤتمر الصحفي المشترك اللي جمع بين الرئيسين المصري والفرنسي بالأمس. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتجنب اتساع نطاق التصعيد والعمل على ألا تكون لها تداعيات أكثر من ذلك، مجددا موقف مصر الرافض للنزوح أو التهجير القسري لسكان القطاع. وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك اللي جمع الرئيسين في قصر الاتحادية بالأمس. كمان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توافقه مع ضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة احتواء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني وأهمية منع اتساع دائرة الصراع إلى أماكن أخرى. وأضاف الرئيس السيسي: توافقنا على رفض فكرة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وأن خروجهم إلى أي مكان آخر ليس حلاً للصراع، فلا يمكن أن يطبق حل الدولتين بلا شعب فلسطيني على الأرض. تفاصيل أكتر هنتكلم عنها مع دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية. دكتور صباح الخير. أهلا، صباح الخير على حضرتك أستاذ رامي، وصباح الخير على السادة المشاهدين. دكتور إكرام، يعني خليني أبتدي مع حضرتك من تصريح سيادة الرئيس السيسي حول توافقه على رفض فكرة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وأن خروج الفلسطينيين إلى أي مكان آخر ليس حلا للصراع، فلا يمكن أن يطبق حل الدولتين بلا شعب فلسطيني على الأرض. وده التوافق اللي تم ما بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. تعليق حضرتك ايه وتحليلك ايه كأستاذ علوم سياسية، ونحن نتابع يعني ردود الفعل من يوم 7 اكتوبر وقت طوفان الاقصى وانطلاق هذه العملية والدعم الكامل من فرنسا لاسرائيل؟ طبعا يعني احنا ممكن نقول ان مصر بتبذل نشاط دبلوماسي مكثف ومنذ بداية الازمة حقيقة، سواء على مستوى دبلوماسية القمة أو دبلوماسية الرؤساء أو أيضا من خلال وزارة الخارجية المصرية. بننظر إلى اللقاء السيد الرئيس بالأمس مع الرئيس الفرنسي في هذا الإطار، هو دبلوماسية القمة واستمرارية للجهود المكثفة اللي بتبذل من جانب مصر، وكان فيها الحقيقة يعني رسائل تامة من السيد الرئيس، يعني وبالتأكيد إن هذه الرسائل موجهة لجميع الأطراف، يعني موجهة للعالم ككل. من هذه الرسائل الهامة التأكيد على أن مصر يعني لا تقبل فكرة الترحيل للقضية أو الترحيل للأزمة إلى مصر، أو أن مصر لا تقبل أن يترك الفلسطينيين أراضيهم. وبالمناسبة يعني أنا عاوز أقول أيضا أن دي نقطة توافق بين مصر والإخوة الفلسطينيين. طب، يعني الفلسطينيين لا يرغبوا في ترك أراضيهم، وصرحوا يعني وأكثر من مرة كبار المسؤولين الفلسطينيين إن الأزمة اللي حدثت أو النكبة اللي حدثت في سنة 1948 لن يسمح بتكرارها مرة أخرى الآن. السيد الرئيس أشار في رسالته إلى إن كيف يمكن تحقيق حل الدولتين إذا لم تكن هناك أرض يقيم عليها الإخوة الفلسطينيين وتنشأ شعب. هي دي الفكرة اللي كانت إسرائيل بتطرحها ومنذ بدايتها، نعم، شعب بلا أرض. طيب، يبقى الفلسطينيين إذا تم ترحيلهم الأرض الفلسطينية ستحصل عليها إسرائيل، يعني هو ده المنطق أو المفهوم الإسرائيلي للموضوع. وبالتالي إحنا في هذا الإطار بنفهم تأكيد السيد الرئيس على عدم ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم، وأيضا تأكيد الفلسطينيين أنفسهم أنهم متمسكين بأراضيهم ولن يقبلوا الانتقال إلى أي جزء آخر. نعم دكتور إكرام، لو نظرنا من هذا اللقاء وهذه التصريحات بصورة أكبر وصورة أوسع، كيف ترى أن هذه التصريحات والجهد المصري اللي بيمثل كل يوم حلقة جديدة في سلسلة تصعيد دبلوماسي لحل القضية بشكل عادل، هذه التصريحات تؤشر لتأثير الجهود المصرية لتغيير رؤية العالم للقضية الفلسطينية وتحقيق التكاتف؟ كيف ترى هذه التصريحات الآن والتحول الحالي وكذلك أيضا مؤشراته المستقبلية؟ بالتأكيد هناك جهود مقدرة من جانب مصر وجهود مكثفة على المستوى السياسي والدبلوماسي، وكما أشرت على مستوى دبلوماسية القمة
يعني كان في عدة لقاءات ما بين السيد الرئيس وكبار المسؤولين وقادة الدول. يعني شفنا كان في لقاء مع المستشار الألماني، مع رئيس الوزراء البريطاني، مع وزير خارجية الأمريكي، كان في دعوة إلى مؤتمر قمة القاهرة، وده كان شهد حضور دولي مكثف. كان في لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، مع ملك الأردن، لقاء مع الرئيس الفرنسي أمس. إذن هي جهود مكثفة ونشطة بتبذلها مصر على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية. مصر في هذه اللقاءات أيضا بتعمل على كشف الحقائق. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية.